مش نقول لك سيف الدين مخلوف واللي قاعد يعمل فيه او محامي نائب ونائبه رئيس حزب ورئيس حزب. تفضل اعطيني رايك في سيف الدين مخلوف. شوف سيف الدين مخلوف هكا باش انا ما نجاوبش. لا 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 سيف الدين مخلوف اجي نقول لك حاجه. اولا سيف الدين مخلوف ماهوش من منظومه سابقه، من لم يعرف عليه فساد، لم يعرف عليه معناها تملق للنظام، هذا كل ما عندوش. سيف الدين مخلوف عنده حاجه برك نقول احنا باللغه العامه التونسيه شويه خفه، مشكلته في اسلوبه ما يعرفش يوصل افكاره، وذاك علاش يقوم بعديد الاخطاء وين يجي يوصل اخطائه ويوصل افكاره. ولذلك اليوم دعوه لي باش يرزن شوي وكاو، لكن على مستوى لكن على مستوى النشاط على مجلس النواب اكثر طرف في مجلس النواب عمل المبادره التشريعيه اللي رجع الجمهوريه ما عمل حتى مبادره تشريعيه. حديث المطار بربي شنو رايك فيها اللي صار في المطار؟ اللي صار في المطار اولا الساعه هذه نتاع الاس دي سات لابد باش تتراجع. لا هذاك يتراجع في مجلس النواب ولكن انا ضد انه نحشروا قواتنا الأمنية في كل ما هي نقائص أو بعض الإخلالات على مستوى المنظومة بتاعنا القانونية. يعني نورمال موشن يعني بالنسبة لي أنا لا من من أنا شخصيا ما نقبلهاش، ما نمشيش للمطار، أنا عندي إجراءات أخرى. أنا علاش؟ لأنه مرجعيتي أنا بالأساس أنا كمحامي كرجل قانون، أنا عندي طرق أخرى نجم نسلكها توصلني الحق. أعطيني رأيك في اللي عمله سيف الدين مخلوف نهارته. لا أنا أعتبر وأنه بالنسبة لي أنا سيف الدين مخلوف ما حقوش مشى للمطار، وأعتبر أنه هذا خطأ وربما فيه تجاوز. هو هنقول لك كان شنو صار. انا برشا ناس قالت على النيابه العموميه تتدخل نهار. لا 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 ما نوصلش حتى النيابه العموميه، انا نقول فقط انه سيف الدين المخلوف مشكلته دائما وابدا معناها يدافع عن الحق في الوقت الخطا. نفس الراي تقولوا كان عملت عبير موسي هذا في المطار، تقول النيابه ما تدخلش وتاخذ نفس الموقف. لا عبير موسي مش كيف كيف مش كيف كيف اسمه سيف الدين مخلوف كيفك الانسان كنظيف ولكن ما يعرفش يتصرف، ولكن هذه هذه مش ممكن مش ممكن تتقبل اصلا ذاتا ومضمونا.